السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جريد فايف، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معدنا مع مادة الساينس exercise on lesson 1 concept 2.2، اخر حاجة اخذناها بعد امتحان شهر نوفمبر. يلا بينا. نمبر 1، all the following can be used to describe a matter. كل الآتي أو كل الإجابات بتستخدم لشرح المادة except ما عدا shape شكلها، price السعر، color اللون، texture الملمس. طبعا أكيد بستعمل الcolor والtexture والshape، أما البرايس ما بيستعملوش لdescribe matter أو الوصف المادة. Number two, we can measure the mass of a cup of ice by using a استعمال الماس بتاعت cup of ice. الماس، بصوا اوعى يضحك عليك عشان تشوف cup فتختار measuring cup، لا انا عايزة البروبرتيز او الصفة، فالماس هنا بستخدم لها ايه؟ البالانس. بستخدم لها ايه grade 5؟ بستخدم لها البالانس. Number 3، which of the following whom have an inclined rough؟ ايه اللي عنده رف مائل؟ desert home؟ no. tropical rainforest home only؟ no. desert home and cold weather؟ الاجابه نمبر سي. سوري desert، لا desert، لا هما الانسر ايه؟ tropical rainforest and cold weather. ايوه هي دي الانسر اللي صح، tropical inclined وكمان cold weather inclined. نمبر 4، Homes which are built in a cold weather area have rough made up of، مصنوع من ايه اللي مبني في الكولد؟ قلنا من السيراميك، سيراميك تيلز. Number 5، You can measure the length of your friend by using a، انت ممكن تستعمل ايه علشان تقيس طول صاحبك؟ ممكن استعمل التيب ميجر أو شريط القياس، تيب ميجر. Number 6، we can identify milk by determining its، أنا ممكن أتعرف على اللبن من خلال إيه؟ color and texture، لونه وملمسه، shape شكله والأدر والريحة، ولا الكولر والسايز، ولا الكولر والتست. أيوة أنا ممكن أتعرف على الملك من خلال لونه، أكيد هو وايت، وكمان التست بتاعه أو طعمه. Number 2، choose thermometer ruler measuring cup وبالانس. Number A is used to determine the length of book، بستخدمه لقياس الكتاب، أكيد هي الرولر، يبقى number A. Number 2. Number B is used to determine the mass of some apples، بعض قياس كتلة التفاح اللي هو مين؟ البالانس. بنمبر 4، نمبر B. نمبر C، it is used to determine the temperature of a hot cup of tea، أكيد الثرموميتر، ميس الثرموميتر بتاع الدكتور، بقيس بيه درجة حرارة الهوت كاب اوف تي؟ لا، بس انت لما تكبر شوية هتعرف ان الثرموميترز ده انا عندي منه تايبز، انواع. في ثرموميتر اسمه ميديكال ثرموميتر اللي عند الدكتور او ممكن يكون عندك في البيت، وفي ثرموميتر اسمه سيليزيا ثرموميتر بقيس بيه درجة حرارة الليكويد. اوكي، يبقى نمبر 1، نمبر C. Number D، it is used to determine the volume of amount of water، ده أكيد الميجرينج كاب، يبقى number 3، number D. أوكي يلا بينا نكمل. True or false، we can describe a solid matter by its color and shape، أنا ممكن أشرح المادة الصلبة عن طريق لونها وشكلها. أيوه عندي بول كورة، بقول إن هي لونها اللون بتاعها بلو مثلا والشيب بتاعها سيركل. نمبر 2، the rough of tropical rainforest home is made of leaves and sticks، البيوت او المنازل اللي في التروبيكال مصنوعة من الاوراق وستيكس العصي. it's right. نمبر 3، the rough of desert home is made up of strong stones to protect it from snow. ها
هو في سنو يمس في الديزرت؟ طبعا لا، يبقى اتس رونج اتس رونج. امال هو بروتكت من ايه؟ بيحميها من ايه؟ بيحميها من الداست. نمبر 4، we can measure the volume of an amount of oil by using tape measure. هل انا بستعمل لقياس الزيت الفولم بتاع الزيت التيب ميجر؟ لا طبعا، لا اكيد، امال بستعمل ايه؟ الميجرنج كاب. نمبر 5، the length of the classroom wall، حيطة الفصل بتاعك او الحائط بتاع الفصل طوله، is measured by using balance. يعني يا مس عايزة تقولي لي ان انا بشيل الحيطة احطها على الميزان؟ طبعا it's wrong، بقيسها بالتيب ميجر. نمبر 6، you can use thermometer to measure the temperature of a hot cup of water. It's right. انا ممكن اعمل كده، وقلنا ثرمومتر مخصوص لكده اسمه سيليزياس ثرمومتر. نمبر 7، we can differentiate يعني افرق between sugar and salt by using the color. طب فكروا، الشوجر الكالر بتاعه وايت، والسولت الكالر بتاعه وايت، تعرف تفرق ما بينهم؟ لا، امال ايه؟ اعرف افرق ما بينهم عن طريق التست. Write scientific term material that is used to build a rough cold weather، اللي بتستخدم في بناء المنازل اللي هي ايه؟ برافو، سيراميك تايلز. طب تعالوا نكتبها. الناس اللي بتشتكي ان الخط مش كويس، معذرة بجد، انا بكتب يعني بسرعة علشان وقت الفيديو عندنا ما يطولش، بس هنحاول نحسن الخط شوية. نمبر 2، material that is used to build rough of desert، اللي بتستخدم في بناء المنازل اللي موجودة في الصحراء اللي هي ايه؟ strong برافو stones، الحجارة القوية. نمبر 3، بروبرتي خاصية للمطر measured by measuring cup، بستخدم فيها الميجرنج كاب هي الفولم، زي ما بيقولك الفولم بيتقاس بإيه. يلا نكمل. نمبر 4، the probability measured by balance، اللي بيستخدمه بالبالانس هي الماس. نمبر 5، probability matter is measured by tape measure، طبعا هي اللمس. يلا بينا نكمل. complete، we can differentiate it between ice and water as ice is steady، الايس ده ايه؟ solid، while water is a liquid. number 2، the note of your school bag، شنطة مدرستك، can be determined by a balance، ايه اللي انا بقيسه بالبالانس؟ برافو، الماس. number 3، in the earth polar zone، في المنطقة البولر، بولر زون يعني منطقة كلها تلج، people use نقط in building their home roughs، لغاية هنا ونقف، بيستخدموا ايه الناس؟ برافو، احنا لسه كاتبينها ceramic tiles، ceramic tiles. طب ليه بيستخدموا to protect them from snow؟ علشان تحميهم من التلج، وكمان لو عايز تكتب الرين ومن المطرة كويس جدا، نكتب الاثنين. number 4، we can use differentiated material to make a rough depending on the نقط، الرف بيعتمد على ايه؟ احنا لسه قايلينها في اول الليسون اللي فات، بيعتمد على الكلايمت او نوع المناخ. number 5، you can use نقط to measure the mass of matter، انت ممكن تستخدم ايه علشان تقيس الماس؟ بستخدم البالانس قلنا او السكيل، while you can use نقط to measure temperature، اللي بقيس بيه التمبريتشر اللي هو ايه؟ ثرمومتر، بقيسه اسمه ايه؟ ثرمو رافو ثرمو ثواني كملها ثرمومتر. to measure its temperature. number 6، you can use a ruler to measure the، بتقيس ايه بالمسطرة؟ الماس؟ لا، يميس، اللينس.
While you can use a balance. استعمل البالانس to measure الماس. Give reason. The rough of desert home is made of strong stone. ليه؟ To protect them from dust. علشان يحمي الناس من مين؟ من الدست الأتربة. عايز تكتب and dirt؟ okay. Number two. The rough of tropical rainforest home is made of leaves and stick. قلنا علشان ايه؟ قلنا يميس علشان يحميهم من ان فيه اي animal يدخل عندهم. يبقى هنقول ايه؟ To protect them from animal getting inside. To protect them from animal getting inside. Number seven, what happen if the roof of cold weather home is flat? لو الرف بتاع الكولد ويزر احنا عارفين ان هو انكلاين لو اصبح فلات ايه اللي هيحصل؟ رف المطرة مش هتقع. The rainfall will be collected. هتتجمع on the top of cold weather. The rain او the snow will be collected يعني تجمع. collect يعني يتجمع. ثواني نكتبها بخط كويس عشان الناس اللي بتشتكي من الخط. It will be collected. It be collected the rain on the top of roof. هتجمع ال rain أو ال snow على السطح. Number choose. Number eight. The ruler. عندي measuring cup و balance. Number one. You can measure the height. الارتفاع أو ال length of your chair. الكرسي بتاعك. By using tool. Number eight. استخدام المسطرة. Number two. You can measure the mass of your copy book by using tool. أول حاجة شفنا الماس. الماس بستخدم لها إيه؟ البالانس. Number three. You can measure the volume. أنت ممكن تقيس الحجم of water that is found in your bottle by using number B. Measuring cup. Number four. You can measure the length of your pencil by using استخدام إيه؟ باستخدام التول نمبر A اللي هي A الرولر. اوكي اخر سؤال عندي اللي هو نمبر 9 بيقول لي من الشكل اللي قدامك ده بالانس ديجيتال يعني ميزان ديجيتال بالارقام وكمان انا عندي كاب. قال لي from the opposite figure tool number 1 is used to tool number 1 is used to measure volume الحجم of water while tool number 2 is used to measure mass استخدم لقياس الماس of tool 1 and water. يبقى عايزين volume and mass. يبقى الإجابة عندي نمبر D. وبكده grade 5 نكون خلصنا lesson 1 concept 2.1. إن شاء الله استنوني في lesson 2. باي باي مع السلامة.